مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ودايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناة الأهلي وملعب الأهلي. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا دايما بنغطي أخبار فريق كرة القدم بنادي الأهلي الفريق الأول أول بأول، وهيكون معايا بعد شوية كريم أحمد عشان يقول لنا كل تفاصيل المران اللي كان النهاردة الصبح كابتن محمد يوسف، وكان في تدريبات للعيبة لعيبة نادي الأهلي، تدريبات استشفائية بشكل عام، عارفين حالات إجهاد كبيرة جدا في صفوف النادي الأهلي نظرا لضغطة المباريات اللي احنا بنقابلها وبنقابلها بصعوبة كمان. عايز أقول لكم الأهلي في 110 يوم لعب 27 مباراة، يعني أعتقد أن هي مباريات كبيرة جدا لعبها النادي الأهلي فترة قليلة. كل ثلاث أيام كنا بنلعب ماتش، زائد أفريقيا زائد الجو كان في أثيوبيا، في ضغطة المباريات أعتقد النهاردة كان تمرين فيه نسبة استشفاء كبيرة جدا للاعبي النادي الأهلي. قبل ما أقول لكم الأخبار عايز أكلمكم شوية عن صفقات النادي الأهلي الشتوية لغاية دلوقتي. أهم ما في هذه الصفقات، أهم ما في هذه الصفقات إن كل اللعيبة اللي جاية النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية عايزة تيجي النادي الأهلي، بس يعني حلم حياتهم إن هم يبقوا في صفوف النادي الأهلي. خلينا يا سميرة نعرض الماتيريال مع أخبارنا بعد قليل كمان لما يجي كريم أحمد. خلينا نتكلم مع السادة المشاهدين عن صفقات النادي الأهلي وقد إيه اللعيبة دي عايزة تيجي النادي الأهلي، وده الأهم في الفترة اللي إحنا فيها. الفترة اللي إحنا فيها شايفين انتقالات اللاعبين، شايفين المبالغ المالية المبالغ فيها وبشدة، شايفين الإغراءات المالية الكبيرة جدا على اللاعبين. فاللاعب اللي بيجي لك هو عايز يلبس تيشيرت النادي الأهلي، هو ده النوعية اللي انت عايزها تحديدا، هو ده اللعيبة اللي بيدور على النادي الأهلي تحديدا. فبنشوف وبنقرأ مع حضراتكم، احنا دايما متابعين السوشيال ميديا ومتابعين طبعا الصفحات الأهلاوية الكبيرة جدا اللي بنحترمها وبنحترم آرائها بشكل كبير جدا. في بعض الاقاويل اصل مش عارف مين بيلعب على مين، مش عايزين نقول اسماء، لكن احنا بنتكلم في الشكل العام ونتكلم في المضمون كمان. بتشوفوا لعيبه في منتخب مصر بتلعب، تشوفوا لعيبه احنا بنتمنى ان احنا نجيبها ما بتروحش منتخب مصر اساسا. بنشوف وليد سليمان نجم السنه دي عموما، او نجم الدوري السنه دي عموما، مش في منتخب مصر. فهو المقياس مش مين بيلعب على مين، المقياس انت عايز مين، مواصفاته ايه، وهو عايز ايه، ده اهم حاجه. في لعيبه نجوم كبيره جدا ان شاء الله هتيجي الفتره اللي جايه، انتوا عارفين اسميهم، لكن احنا بنقول دايما لما بيكون الانتقال رسميا، بنتكلم لما يكون الانتقال رسميا، لكن انتوا عارفين طبعا اللعيبه اللي نفسها تيجي النادي الاهلي. واللعيب اللي نفسه يجي النادي الاهلي، النادي الاهلي بيشيله على دماغه من فوق، يعني بيرحب بيه ويفتح له ايديه واهلا بيك، وده اللعيبه اللي احنا عايزينها، ودي اللعيبه اللي الجمهور عايزها وبيدور عليها دايما، وبيفتخر ان هم بيقولوا احنا عايزين نبقى اهلاوي. انتوا عارفين طبعا اسماء كبيره ان شاء الله في القريب العاجل هتسمعوا عنها بصفه رسميه ان شاء الله قريب جدا. محمد محمود نجم، محمد محمود النهارده تكيس مدرب نادي الدجله او مدير فني نادي الدجله، بيتكلم على محمد محمود ان هو يسيب اثر سلبي كبير في فريق نادي الدجله. دي قيمه محمد محمود، قيمه محمد محمود كبيره قوي. محمد محمود النهارده بيودع دجلة بهدف من ضربة جزاء، وقبل كده جاب هدف كمان في الداخلية في الماتش اللي كان قبل كده، كانت رأسية جميلة جدا حطها محمد محمود. محمد محمود لعيب اللي انت عايزه، اللعيب اللي انت عايزه وسط الملعب، المهاجم، اللعيب اللي ممكن يعمل لك ثرو باص يروح يكمل على الجول، بيجيب اهداف، بيدافع كويس، لعيب جوكر. فلعيب حلو قوي، لعيب الجماهير الاهلاوية بتحب اللعيب ده، فلعيب كويس. كمان تكيس النهارده اتكلم عليه بشكل كويس قوي، قال ان هو كمان صديق شخصي لتكيس، ان العلاقه تبقى كمان هتدوم بعد انتقال الاهلي. طلعه في الدقيقه الاخيره من المباراه عشان يبقى تكريم ليه قدام الناس او قدام الجماهير تتفرج على المباراه، زي ما بتشوف النجوم الكبيره المدربين بيعاملوهم ازاي، ان هو بيطلعه قبل. طبعا ما فيش جماهير، لكن هو تكريم ليه في الشكل العام للمباراه. فمحمد محمود صفقة قوية جدا النادي الأهلي، إن شاء الله يكون إضافة مع رجالة النادي الأهلي اللي بيتواجدوا في نفس المكان. محمود نفس القصة، مصر المقصة، يعني إن شاء الله خلاص رسميا هيبقى في التدريبات خلال ساعات قليلة. خلاص محمود وحيد أهلاوي بشكل عام، وفي كمان نجوم كبيرة جدا أنتوا عارفين كمان أسماءها. جيرالدو أيضا النجم الأنجولي، نجم اول اغسطس الانجولي، لعيب من العيار الثقيل، لعيب اكيد هيبقى اضافه كل اللعيبه اللي بيجيبها النادي الاهلي، لعيبه من العيار الثقيل، لعيبه فضلوا النادي الاهلي عن اي مبالغ ماليه بتعرض عليهم، دول اللي احنا بنقول
هم شكل النادي الاهلي، دول الجماهير الاهلاويه بتدور عليهم. بعيد وبكرر وبزيد، دي النوعيه اللي احنا عايزينها، ده اللي بيفرق اللعيب اللي عايز النادي الاهلي، وده طبيعي جدا وفير جدا وعقليه ذكيه جدا، غير حبه للنادي الاهلي ان هو يختار النادي الاهلي، لانه عارف النادي الاهلي هيبقى مستقبله فيما بعد، والنادي الاهلي هيجيب له فلوس قد الفلوس اللي بتعرض عليه مليون 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 مره. فيعني نظرا لحبهم اكيد اللعيبه دي عندها نسبه ذكاء كبيره جدا، وهو ده اللعيب اللي احنا عايزينه في النادي الاهلي الفلسطيني. محمود السلمي ان شاء الله برده، او السلمي نفس الكلام، لعيب واعد لعيب صاعد، ان شاء الله نشوفه بشكل افضل مع النادي الاهلي. لسه صفقات بكرره بزيد على حضراتكم، ان شاء الله كل الصفقات، انا قلت لكم من فتره كبيره جدا، كل الصفقات او بنسبه 95% من الصفقات اللي انتوا قلتوا عليها، اعتقد النادي الاهلي بيجري عشان عارف ان الصفقات دي لعيبه مهمه، وكمان عشان يرضي جماهير النادي الاهلي اللي عاشقه للنادي الاهلي وعاشقه لتراب النادي الاهلي وعاشقه لعيب النادي الاهلي، وعايزين يشوفوا النادي الاهلي دايما حاصد كل البطولات مهما كانت بتتلعب فين. فما تقلقوش، وانا قلت لكم كده من زمان، الفتره اللي جايه هتبقى فتره مختلفه تماما. الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا صعبه جدا، وكميه ضغوطات اتعرض لها النادي الاهلي مش عايزين نقعد نتكلم ونعد ونزيد فيها، لكن انتوا خلاص بقيتوا شايفين كل حاجه، وكل حاجه بقت على المكشوف، يعني كل حاجه بقت على المكشوف قدامكم. فتره ضغوطات واتكلمنا قبل كده عليها، وانتوا قلتوا يا جماعه انتوا بتهولوا شويه الكلام، لكن دي حقيقه، وانتوا عرفتوا ان هي حقيقه. النادي الاهلي كان بيتعرض لفتره ضغوطات من كل النواحي، لكن الحمد لله دايما النادي الاهلي احنا قلنا وبنراهن عليه دايما، النادي الاهلي بيقف بسرعه جدا ووقعته بألف قومه، والاهلي قام الحمد لله، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون شكلها متغير خالص. شفنا اداء المباراه اللي فاتت على شكل الاداء، ومحمد يوسف اتكلم على شكل الاداء، لكن قلنا حتى الاعذار اللي بنقولها ما كانتش بتبرر الاداء قوي، لكن اعذار لا اعذار، كان في صعوبات في المباراه، ارض هواء، اجهاد عام للعيبه، كان في حاله مش طبيعيه، كل ده بجانب طبعا الاداء الفني اللي كان فيه لازم هيتكلم فيه محمد يوسف، واتكلم فيه محمد يوسف بالفعل مع اللعيبه، خصوصا التمركزات الدفاعيه لعيبه النادي الاهلي، اخطاء متكرره بيحاول يعالجها محمد يوسف في الفتره القليله وضغطه المباريات، ما بيلحقش حتى يتكلم محمد يوسف، لكن محمد قدر يعمل الدور اللي هو مطلوب منه كويس قوي، عشان كده دايما بنقول له شكرا على كل حاجه عملتها في الفتره السابقه. مش عايزكم تقلقوا مره ثانيه، وان شاء الله الاهلي هيرجع ويرجع بقوه، ان شاء الله هتشوفوا صفقات، هتشوفوا تدعيمات بجانب النجوم المصابه، والاصابات كانت كتير جدا، عمالين برده بنطلع من حته بنقع في حته، يطلع لعيب يدخل لعيب، مش عارفين نشوف الشكل المتكامل للنادي الاهلي، حاجه غريبه جدا، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله هتكون فتره ان شاء الله اقوى اقوى واقوى كمان من الاول. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار الفريق، زي ما قلت لحضراتكم تدريبات استشفائيه لعيبه النادي الاهلي، محمد يوسف اكيد ضغطة مباريات، مقاولين على بتروجيت، بعد بتروجيت جونة، بعد كده جيما في النجوم، في جيما الأثيوبي، مباريات وضغطة مباريات، زائد كمان ضغطة الأعصاب والضغط العصبي على لعيبة النادي الأهلي، عايزين يطلعوا من اللي هم فيه، عايزين يطمنوا جماهيرهم، احنا قاعدين طب احنا مش عارف ايه ده. طبعا قدام حضراتكم جيرالدو اللعيب الأنجولي، ان شاء الله يكون اضافه مع لعيبه النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم تاني، تدريبات استشفائيه قام بيها عادل مصطفى مع اللعيبه الاساسيين اللي لعبوا كل المباريات اللي فاتت، اعتقد ان هم محتاجين فعلا راحه، وراحه كبيره جدا، ده جزء من تدريب استشفائي اللي هو يعني بقى فيه فاني شويه، بقى فيه مرح شويه عشان يشيلوا من ضغط. اعتقد كمان ان الفتره اللي فاتت او المباراه اللي فاتت تحديدا، وخلصنا من دور الدور الاول في افريقيا وخلاص طالعين لدوري المجموعات، كمان دي كمان كانت حمل تقيل قوي على اللعيبه، وكانت حمل تقيل على المدير الفني وعلى المدير الفني الجديد كمان. اعتقد كمان ان هو هيدخل تدريبات النادي الاهلي باريحيه كبيره قوي، خلاص ضمننا ان احنا دخلنا في دوري المجموعات في افريقيا، الدنيا جميله في شكلنا في الدوري، ان شاء الله نكمل على خير. اعتقد كمان ان هو هيكون فتره مريحه جدا لمدرب النادي الاهلي الجديد. وليد سليمان خلاص بيدخل في جاهزية المباريات، افتقدنا وليد سليمان بخبراته بمجهوده بإنتاجه العالي جدا في الفترة الأخيرة، خلاص إن شاء الله يكون في مباراة الداخلية القادمة إن شاء الله، اللي هتبقى على بتروسبورت أعتقد الساعة 6 مساء. إسلام محارب وهشام محمد بينضموا للتدريبات، شفنا إسلام محارب كان اشتكى بإجهاد في السمانة،
من مباراه جيما الاثيوبي. كمان هشام محمد كان جاله كدمه كبيره قوي في راسه، لكن الحمد لله اللعيبه خلاص دلوقتي جاهزين وفي التدريبات. محمد يوسف كمان بيقود تدريبات فنيه للغائبين عن المباريات الرسميه، واكيد اتكلم عن اخطاء. مش شرط ان الاخطاء، يعني في ناس المفاهيم عندها بتختلط شويه. يعني محمد يوسف النهارده من الخبر، محمد يوسف بيقود تدريبات فنيه قويه جدا للاعيبه النادي الاهلي لعلاج الاخطاء. مش شرط ان انا اصحح اخطاء مع اللعيبه اللي لعبت، عشان بس نفهم الجزئيه دي. ممكن اللعيبه اللي لعبت خلاص عملوا تدريبات استشفائيه وقاعدين بيتفرجوا على المران، وده بيبقى طبيعي جدا. اللعيبه اللي همرنها او اللعيبه اللي انا بقول لها يا جماعه كان في سلبيات من كذا وكان في سلبيات من كذا وكان في سلبيات في التمركز كذا، عايزين نصحح الاخطاء حتى لو ما لعبش المباراه، لكن يبقى عارف خطا زميله فين، تمركزه الصح بيكون ايه. الحاجات دي مهمه جدا، واعتقد ان ده محمد يوسف عمله النهارده. في الاهلي بيطرح تذاكر مباراة الداخلية للجماهير. خلاص لعمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد الدرنداي أمين صندوق، إبراهيم الكفراوي عضو المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي طرحوا الكمية المخصصة من تذاكر النادي الأهلي 500 تذكرة. عايزين يا جماعة جماهير بقى، عايزين الجماهير إن شاء الله يرجعوا، ويرجعوا بسرعة جدا كده. دي لجنة المباريات بالنادي الأهلي، بيقولوا إن خلاص في 500 تذكرة للنادي الأهلي مطروحين إن شاء الله عبر نظام الحجز الإلكتروني. التذكرة قيمتها 50 جنيه. ده السعر اللي حدده مسؤول نادي الداخلية بصفته صاحب المباراة. زي ما قلت لحضراتكم، خلاص دجلة بيودع محمد محمود. وتكيس قال إن محمد محمود خسارة كبيرة لدجلة. محمد محمود لازم برضو أثني على المدرب اليوناني تكيس، اللي لولا أسلوبه ولولا طريقة لعبه ما كناش شفنا اللعيبة بالشكل ده. في مدرب يطلع كل حاجة حلوة من اللعيب، إنه يديله أريحية، يديله فكر فني احترافي، يعرفه إزاي يقف، إزاي يتحرك، حاجات مهمة جدا دي تخليك أنت كمشاهد ومتابع بتشوف كل حاجة قصوى إيجابية من اللعيب ده. غير بقى ان اللعيب بقى نازل مضغوط ومتنشن، والمدرب بقى واقف يزعق له، ولو عمل غلط قطع له رقبته، ما بتشوفش اللعيب ده خالص. وانتوا طبعا عارفين وبتشوفوا. فتكيس لازم نشيد بيه، وانا بشيد بيه حتى لو دجله نزل حتى كمان السنه دي. هنظل نشيد بتكيس والتجربه اللي عاملها الرائعه مع وادي دجله، واسلوب اللعب الرائع اللي عامله مع وادي دجله. النهارده بيعمل مباراه كبيره جدا وبيكسب الجونه بهدفين لعبا ونتيجه بصراحه. زي ما قلت لحضراتكم 27 مباراة في 110 يوم للنادي الأهلي، ضغطة مباريات كبيرة جدا للنادي الأهلي، لكن خلاص يعني أعتقد إن احنا عندنا جزء كبير منها. تعالوا نشوف الزميل عزيز كريم أحمد عشان يطمنا عما دار في تدريبة اليوم، ونرجع نكمل أخبارنا مع النادي الأهلي. كريم أحمد أهلا بيك. اهلا بك يا كابتن ميدو، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ملعب الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا كريم، ودايما كده متميز، ودايما بتغطي تغطيه مميزه جدا زي ما احنا متعودين معاك. عايزين نعرف الظرف في التمرين النهارده، ومحمد يوسف لسه كنت بقول للساده المشاهدين كان في تدريبات استشفائيه وكان في تدريبات للغائبين عن المباريات، عايزين نعرف تفاصيل اكتر منك يا كريم. يمكن زي ما اكدنا قلنا كابتن ميدو، النادي الاهلي يمكن بيغلق تماما مباريات الدوري ابطال افريقيا، والتركيز الكبير في بطوله الدوري العام. هتبدا ان شاء الله مباريات الدوري عندي، مباريات الداخليه باذن الله مباراه مؤجله، في تركيز كبير من كابتن محمد يوسف كابتن سيد عبد الحفيظ لاهميه هذه المباراه، لان خلاص يا كابتن ميدو مباراه الداخليه ثم مباراه بيراميدز، في بعض اللعيبه بتعود لنا بشكل كبير من الاصابات، قوام الفرقه بيكتمل نوعا ما، لكن ان شاء الله باذن الله خلال المرحله القادمه وخلال الاسبوع القادم ده يرجع لنا اكثر من لاعب، وده اللي يمكن الشيء المبشر لكل جمهور النادي الاهلي. في عدد من اللعيبه خلاص في المراحل التاهيليه الاخيره، لكن ابدا معاك كالعاده يا كابتن ميدو بتدريب النادي الاهلي النهارده. الكابتن محمد يوسف حاول ان هو يكون في بعض التدريبات الترفيهيه للعيبه النادي الاهلي، يمكن تعرف يا كابتن ميدو تلاحم كبير للتدريبات والمباريات، بيبقى في بعض الملل كده للعيبه النادي الاهلي من كتر التدريبات والمباريات، لكن اكيد يمكن جزء مخصص من الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. النهارده كانت في فقره بسيطه جدا لدي لاعب للنادي الاهلي، وكان في فصل تام كالعاده لكل اللاعبين اللي بتشارك خلال المباريات الماضيه. في بعض اللعيبه زي ما شفنا اسلام محارب اشتكى من الاجهاد، نقص الاكسجين الكبير جدا يا كابتن ميدو خلال الرحله لجيما، طبعا ومباراه جيما يمكن مأثره بشكل كبير جدا على بعض اللاعبين.
لكن بشكل عام يمكن النادي الاهلي النهارده كانت فيه فقره مخصصه لكل اللاعبين اللي ما بيشاركش في المباريات خلال الفتره الماضيه. النهارده كان فيه تركيز كبير، ثلاث مهاجمين امام ثلاث مدافعين في منتصف الملعب. كابتن محمد يوسف كان بيركز بشكل كبير جدا على التمركزات كتير جدا، يمكن اوقف المران اكثر من مره، التبرير يكون سريع، استغلال الفرص، وده اللي يمكن اكد عليه بشكل كبير جدا، لابد من استغلال انصاف الفرص. اهدار الفرص كان كتير جدا خلال المباريات الماضيه، وخاصه مباراه جيما في الذهاب او العوده. كان الكلام اللي احنا سامعينه من خارج المستطيل الاخضر ان لابد يكون في تركيز، لابد يكون في انهاء الهجمه، ولابد يكون ايضا كمان ان نحرز هدف واثنين وثلاثه لو اتيحت للاعبي النادي الاهلي ومهاجمي النادي الاهلي. تمام، دي كانت كل الاخبار. قول لي على انسجام الانجولي جيرالدو، هل بدا ينسجم مع الفريق؟ ازاي شكله في التمرين يا كريم؟ والله ميدو يمكن هو من اللعيبه المبشره جدا وواضح جدا، شفنا له طبعا بعض الاهداف من خلال طبعا الفيديوهات، لكن على ارض الواقع واضح ان ينسجم سريعا مع لعيبه النادي الاهلي. بيدخل في التدريبات يمكن لسه هو موضوع له برنامج بيأديه، لكن واضح ان هو يمكن ان شاء الله يبقى افاده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. والاهم كمان يا كابتن ميدو مستر لسارتي اللي مدير الفني لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله تكون الانطلاقه مع مباراه الداخليه باذن الله. الاستقرار الفني ده ينعكس بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو. تلاحم كبير جدا للمباريات الداخليه ثم مباراه بيراميدز ليها اهميه كبيره جدا عن كل جمهور للنادي الاهلي، وايضا كمان نظرا لترتيبها يا تاني الدوري، امور كثيره جدا خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله بنتمنى انسجام جيرالدو، وايضا كمان الصفقات اللي بتكون متواجده مع النادي الاهلي ومنتظرينها كمان تنسجم سريعا. قوام الفريق يعود القوه الضربه ان شاء الله في شهر يناير باذن الله، تكتمل مع فريق النادي الاهلي، وباذن الله كابتن ميدو تعود الانتصارات من جديد انطلاقا من مباراه الداخليه باذن الله. تمام، اللعيبه المصابه خلاص او اللعيبه كمان رجعت مع الاصابه زي احمد فتحي، علي معلول، ممكن نشوفهم في مباراه داخليه؟ شفت شكلهم ايه النهارده في التمرين يا كريم؟ علي معلول اللي يمكن ليه هيبقى له دور كبير خلال المباراه الداخليه، واضح من الكابتن محمد يوسف ان بيأهله بشكل كبير جدا. ايمن اشرف بشكل كبير ايضا سيعود ليه مكان المساك، او يمكن طبعا مساك طبعا ايمن اشرف. علي معلول النهارده كان ظاهر بشكل كبير جدا، عنده يمكن روح كبيره باين ان هو عايز يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي للفتره القادمه. يمكن سعد سمير عايز اتكلم عليه كمان يا كابتن ميدو، سعد ان شاء الله اسبوع ويكون مشارك مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه. صلاح محسن خلاص يمكن فاضل له اسبوعين او اقل من اسبوعين ان شاء الله ويعود تدريجيا للتدريبات الجماعيه. احمد فتحي ان شاء الله باذن الله يكون جاهز، احمد فتحي ان شاء الله خلال الفتره القادمه. يمكن احمد كان ليه تاثير كبير خلال الفتره الماضيه ان هو ما بيشاركش، بجانب حسام عاشور ايضا كمان اللي فرصه حتى هذه اللحظه كابتن ميدو لسه. يمكن حسام عاشور كنا بنتمنى ان هو يكون مشارك في تدريبات بقوه، لكن غدا تدريب فريق النادي الاهلي هيكون صباحا، هيكون اختبار طبي ايضا لحسام عاشور للوقوف على حالته، هيكون في الدفع دي في البدلاء او في طبعا في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. لكن احمد فتحي، وليد سليمان، هشام محمد، علي معلول، الجميع جاهز ان شاء الله. ان شاء الله تكون انطلاقه جيده لفريق النادي الاهلي في مباراه الدوري وهي مباراه الداخليه يا كابتن. اكيد يا كريم، بنتمنى طبعا الاهلي يرجع بقوه، ورجع فعلا بقوه. كريم احمد زميل عزيز، شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه. دي كانت اخبار تمرين، قالها لنا الزميل العزيز كريم احمد النهارده، قالها لنا بكل التفاصيل وطمنا على كل اللعيبه المصابين. ان شاء الله يرجعوا بسرعه. كمان قوه كبيره جدا لسه مش مستغلينها، كل اللعيبه اللي بترجع لعيب بيطلع، لعيب بيرجع بيطلع اهم كمان واقوى، لكن الحمد لله. يعني خلاص الناس مرعوبه دلوقتي الصفقات، يقول لك خلي بالكم الصفقات، مش عارف مش هتشارك غير مش عارف ازاي، وفي الدور الثاني مش عارف، خايفين ليه كده؟ مع ان اللعيبه اللي في الاهلي ما شاء الله عليهم، يعني الاصابات لو رجعت الاهلي خلاص، يعني الحمد لله يعني بدا يفرغ دماغه شويه للدوري العام، فاكيد هنشوف الاهلي بشكل لازم يخوف بصراحه، لازم يخوف. عايزين نبارك للنجم تريزيجيه على زفافه النهارده، نجم كبير جدا جدا. تريزيجيه الف مبروك تريزيجيه على زفافك، وان شاء الله يبقى يوم جميل بالنسبه لك. تريزيجيه نجم كبير جدا، مش واخد حقه قوي زي قيمته الحقيقيه. تريزيجيه نجم كبير، عنده فنيات عاليه قوي، كسر الدنيا في تركيا، وان شاء الله نشوفه في نادي اكبر من نادي اللي هو فيه دلوقتي. عايزين يلا نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، عشان الحديث عن مباراه الجونه ودجله، وايضا نتكلم عن شكل الاهلي في الدوري في مباراه الداخليه، وشكل الاهلي في مباراه جيما الاثيوبي السابقه. نطلع فاصل نستقبل ضيوفنا الكرام، كباتن كبار كباتن مصر النادي الاهلي كابتن عادل طعيمه، والكابتن ماهر همام، والكابتن شريف عبد المنعم.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الجونه بجهازه الفني الجديد بيخسر النهارده امام وادي دجله بهدفين مقابل لا شيء. حسام غالي مدير كوره جديد لنادي الجونه، النجم حسام غالي، ومعايا رضا شحاته مدرب عام والمدرب او المدير الفني الكابتن حماده صدقي. ارحب بضيوف الكرام عشان نتكلم عن تفاصيل هذه المباراه. كابتن كبير كابتن عادل تمام، منور الدنيا يا كابتن. يا كابتن ميدو عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، كله تمام الحمد لله. النجم كابتن ماهر همام. يا كابتن ميدو منور الدنيا يا كابتن. مساء الفل يا حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. حادثه ايه يا كابتن؟ حادثه 4 ساعات على الكوبري من 15 مايو لغايه هنا 4 ساعات، ف كانش هيبقى في حظ ان انا اشوفك النهارده، بس يلا معلش. ده لما كنا هنيجي نعمل لك هناك الاستوديو. سلام. احنا عندنا كام كابتن؟ انا مش مهم اجي اقعد معاك النهارده، انا بصيطك في كل حته. ف منور الدنيا، منور مكانك يا كابتن. منور الدنيا يا كابتن. عامل ايه؟ الحمد لله. كابتن عادل، مباراه الجونه ووادي دجله، الجونه بجهاز فني جديد بعد هشام زكريا، راح لهم حسام غالي اعتقد النهارده كمدير كوره جديد، ومعاهم طبعا رضا شحاته مدرب عام، كابتن حماده صدقي. لكن النهارده الشكل العام شفت المباراه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كل الناس اللي كانت منتظره من المباراه كانت منتظره مباراه ب6 نقاط، هتبقى مباراه ممتعه. في الفرقتين كلهم بيسعوا من اول دقيقه للمكسب، ولكن للاسف صدمنا ان الشوط الاولاني 45 دقيقه الفرقتين خايفين جدا من بعض، اللعب منحصر في وسط الملعب، لا عبد المنصف ولا عمرو جات له حاجه تقريبا خالص غير واحده بس، عمرو خدها، محمد محمود شاطها خبطت في ايده وخبرت في العارضه ورجعت له تاني. انما كان في وسط الملعب عنف مع خشونه مع عدم تركيز، الفرقتين كانوا خايفين جدا من بعض، كل واحد بيسعى انه ياخد نقطه من المباراه. الشوط الثاني حقيقه لحد الدقيقه 80 برضو، يمكن وللحق لازم نقول كلمه الحق، ان وادي دجله كان هو الافضل من الاستحواذ. يعني وادي دجله واخد الكوره في نوع من الاستحواذ على الكوره، في انتشار كويس، في انتشار كويس، طريقه لعبهم العاديه، وبعدين بيلعبوا الكوره من لمسه لمسه ولعبه. بيعملوا 3 4 جمل الراجل محفظهم من بدايه المجال مصر. الشوط الثاني اخر 10 دقائق الحقيقه جول محمد محمود عملها كويسه قوي، الباك ليفت سالم لعبها بالعرض لهلال حطها في الجول، وطبعا ما فيش اي رقابه عليه، طبعا ما كانش فيه ضغطيه لان كل لعيبه الجونه كانوا في عدم تركيز. وحاجه غريبه جدا ان كلهم ال 14 حتى بالكابتن حماده الثلاثه اللي غيرهم خارجين تماما عن مستواهم اللي احنا عاهدناه من بدايه الموسم. الجول الثاني برضه هلال تسبب من خلال كرة بالاختراق من الطرف وراح على العمق، الباك ليفت خد الانذار الثاني نتيجه عرقلته وخد كارت احمر. محمد محمود دخل حط ضربه جزاء الهدف الثاني. حصل نوبه فوقان بعد ما بقى 2-0، ابتدى فريق الجونه يبقى فيه نوع من الصحيان كانهم عايزين بيعملوا رد فعل. يعني لما انت منتظر يجي فيك جولين عشان يبقى فيه عندك رد فعل، ابتدى فعلا يبقى فيه هجمات وكده، لكن الحقيقه ما اصفرتش عن اي حاجه. لكن بكل المقاييس كان مباراه ما كانتش متوقعه، لكن اخر 10 دقائق هي كانت ممتعه جدا، ان الفرقتين بيهاجموا وفي هجمات مركزه من هنا ومن هنا لحد لما النتيجه انتهت 2-0 لصالح وادي دجله. تمام تمام. كابتن ماهر، اديني فكره عامه عن المباراه من وجهه نظرك قبل ما نتكلم يعني في تفاصيلها شويه. اولا عايزين نحيي طبعا مجلس اداره وادي دجله الاحترافيه ومستلف ماجد سامي، وان هو قدر يستقدم مدرب يوناني صغير السن 38 سنه. الراجل ده يمكن احنا اتكلمنا اول ما بدا من خلال مشواره، قلنا الطريقه اللي بيلعب بيها والصعوبه والجيب مفتوح والناس ما بتراقبش، واخد بالك؟ اتاري ان الكلام ده واضح ان في استراتيجيه فاكرينها مش عارفين، ودي حقيقه. لا دي حقيقه. عايزين برضك راجل المدرب الفني، وهم دول الاجانب بيتمسكوا باللي هو جاي بيه اللي هو عارفه. نادرا هو نادرا يعني نادرا يعني ما احنا جاي مدربين فنيين كتير في اللي هو جاي بيه في مصر. واضح قوي ان هي يعني حاطط ايده على الكره الحديثه. من ناحيه لو لاحظنا كده
من ناحيه بدايه الهجمه اللي بتبقى في منتهى الصعوبه على معظم الفرق. النهارده وادي دجله من بدايه عبد المنصف بيبدا لك الهجمه لخط الظهر، خط الظهر بيربط مع نص الملعب، نص الملعب بيبدا مع الشق الهجومي والثلث الهجومي اللي الكابتن عادل بيتكلم عليه في حته الجمل التكتيكيه اللي متحفظينها في شكل فني للمدرب، شكل فني والصبر كمان على الاداء. يعني النهارده مباراه بستة بونت، النهارده كان حد من الاثنين يهمه انه يكسب ثلاث نقاط بستة بونت عشان يبعدوا عن المنافسه اللي بينه وبين الجونه. بالظبط الصبر اللي كان موجود عليه وادي دجله والانتشار والاستحواذ الجيد اللي هو الاستحواذ اللي يسهل لك المأموريه في ميدو انك انت تروح للجون. فالنهارده قدروا ان هم يلاقوا ثغرتين من خلال هلال في الشوط الاولاني يسجل هدف، اسف في الشوط الثاني في الدقيقه 79، ثم طبعا هلال برضك مع العرقله اللي حصلت من اوكا لابراهيم نضاي بالمهاره الفرديه اللي فات من خلال الكونتر اتاك اللي عمله وادي دجله، تصدى لها النهارده محمد محمود نجم المباراه والمكسب الحقيقي للنادي الاهلي خلصها ما شاء الله يا كابتن. ان شاء الله حاجه تفرح محمد محمود بالحقيقه على ادائه واخلاصه كمان لناديه. النهارده بيلعب لاخر قطره في ال 90 دقيقه بيأدي الواجب عليه واخلاصه وشخصيته اللي هو فرضها. النهارده زي ما احنا شفنا يعتبر نجم المباراه، بيحييه طبعا المدير الفني على ادائه وبيرحب بيه وبيتمنى له التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كابتن شريف. والله نفس الكلام اللي الكابتن قالوه، يعني مش هزود كتير، انما هي الشكل اللي انا اول ما اتفرجت على المباراه لقيت كابتن حماده صدقي عامل شكل كويس قوي وعامل تنظيم في الملعب هايل وضاغط في اول 11 دقيقه 12 دقيقه على فرقه دجله وابتديت اتوسم ان هيبقى في وجود لفرقه الجونه النهارده، لان الراجل لسه ما خدش نفس ولعب الاهلي وكان متفوق على الاهلي، واليوم الماتش ده كان مطر وكامل ده وكان عنده حاله وجود عاليه جدا في المباراه الحقيقه. فابسط شيء ان احنا نشوف نفس الشكل ده بيلاعب بالظبط فرقه وادي دجله بالظبط. اللعيبه يمكن في حاله النهارده تنفيذيه لغايه وسط الملعب بس، لغايه منطقه الجزاء بس، ومفيش اي فرديات او جمل او اي شيء بينهم وبين بعض بقى خلاص. يعني المدير الفني عمل اللي عليه في الاوضه واتكلم في التمرينات وقال انا عايز كذا وعايز كذا، تحس بعكس بقى الجونه عندها فرديات وعندها جماعيه وعندها لغه زي ما قال ماهر، تدوير مع الراجل اللي هو الجونه عندهم اسلوب يا كابتن، عندهم تدوير سلوب. عندهم اسلوب لعب عندهم تدوير للكوره اللي هي الاستراتيجيه بتاعت مش هقول يعني جوارديولا يعني، انما مش هنقول مانشستر، مش هنقول اسبانيا او اما كان جوارديولا وجزافي والناس دي، لا ما عندهمش. انما بس ما عندوش الادوات يا كابتن، ما عندوش الادوات بس عامل شكل مش عنده فرديات عاليه قوي، عامل شكل يعني عنده ابراهيم نضاي ومحمد محمود والناس دي لو اتواجدوا في اتموسفير تاني مع فرقه تانيه زي فرقه نادي الاهلي مثلا، زي فرقه نادي الزمالك، زي فرقه بيراميدز، فرق عندها عمدان في كل الخطوط، عندها شكل تاني في الاداء، عندها هدف تاني في الحكايه، مش ان انا ابقى موجود او اهرب من القاعه وحاجه زي كده. فالنهارده مش عارف بقول كابتن حماده يعني كل يوم احنا بنشوف انت لسه جاي، يعني ما تزهقش وجاي لك جهاز جديد قوي برضو، يا دوبك هنشوف بعد يناير اي حد هنبتدي نتكلم والمحاسبات بقى والتشكيلات والاشكال، انما هي الحكايه بقت مباريات نوك اوت، يعني انت ما بتعرفش مين فينا اللي هيكسب بصراحه لغايه الدقيقه 80 زي ما قلنا كابتن عادل وكابتن احنا مش عارفين مين هيجيب جون ولا مين هيخطف الجول او الكونتر اتاك اللي هيبقى مثمر ايه هو، وهي جت عن طريق غلطات الحقيقه. وفي بس علامه كده واحده مش فاهمها من احمد سعيد اوكا، عايز يضرب الراجل وهو رايح على الجول من بره ال 18، فخلاص انت فشلت، لا ده مدقدق وراه خدت بالك وضربه برضه عشان ياخد ضربه جزاء ولا ايه؟ انا مش عارف ايه اصراره ان هو يعطله من ورا وبيحاول يخبطه من ورا، يعني الحكم مش هيديله ضربه جزاء. فانا بلوم احمد سعيد اوكا الحقيقه في هذا الموقف، لان هو المفروض يعني لعيب في المنطقه دي يعني عنده حرفيه اقوى بكتير من التصرف ده. كابتن شريف حضرتك قلت لي لو شفنا اللعيبه محمد محمود او ابراهيم نضاي شفناهم في فرقه ثانيه طب ما تيجي نعملها الناحيه، يعني نعملها الناحيه العكسيه، قول لو كانوا اللعيبه دي مع مدرب تاني لا ما تشوفهم كده؟ لا ما هو بص انا محمد محمود النهارده شفته يا كابتن عادل بيلف في الملعب وياخد ومعرفش ايه وبيشوط من 35 يارده، يعني هو ما فيش اللغه
اللي هي مثلا انت بتروح واخد التوب بتتحضر لك او العاليه، فانا شايف محمد جاي يروح مصلحها له زي نادي الزمالك كده كاسونجا وكهربا يروح عاملها له بسيد، يروح الثاني جاي بطن رجله عامل ده، هيلاقي مع لعيبه ثانيه بالظبط استثمار لمجهوده الكبير، مش هيفضل زي النحله كده حميد لوحده، هو مش هيبقى وان مان شو، هي از وان مان شو في المنطقه دي دلوقتي، انما هو مع التانيين هيبقوا بيساعدوه وياخدوا احسن حاجه من عنده. ممكن واحد يقول لك محمد محمود ده عادي مع الاهلي او مع الزمالك يبقى عادي، انما ما افتكرش ان اللي عنده تالنت او عنده ثقه في نفسه انه يقدر يترجم اي جمل خلال المباراه ده يبقى لعيب عادي، لا لعيب بيتنظر له وبيتراقب وبتاع، عشان كده النادي الاهلي فكر فيه والانديه كلها بتفكر فيه. محمود مرعي نفس الشيء. في لعيبه بقى اللي عاملين هنا علامه استفهام مش عايز اطلع بره الحكايه يعني، باير محمدي ومتولي ازاي دول بيلعبوا في الاسماعيلي والاسماعيلي عنده الزيارات دي كلها والاهداف اللي بتخش فيه، هو ده بقى اللي هل دول ده لو اتشالوا وراحوا في حته تانية بيراميدز الزمالك الاهلي اي حته هيبقوا عظماء في الاماكن ده. هو ده بقى اللي انت عايز تتكلم فيه كل مره احنا بنفتح بنحضر عفريت، بس انا مش عارف يعني بس ايه رايك انت اصلا. انا هسال الكابتن عادل والكابتن كابتن عادل بقى كبرنا في التدريب والكلام ده بعد ما نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع ضيوفنا الكرام. ده حضراتكم من جديد. كابتن عادل كنا بنتكلم في نفس الموضوع اللي بتكلم فيه كابتن شريف، موضوع مهم جدا، المدرب بيخليك تشوف اللعيب بشكل كويس باريحيه، اللعيب بيكون مستريح مع مدرب معين ممكن مدرب تاني ما يخلوش يطلع اي امكانيات فيه ولا العكس. هناخد وادي دجله كمثل، وزي ما الكابتن ماهر قال بيحيي الاداره وانا كمان بشد على ايد الاداره ان هم الحقيقه صبروا عليه. انت عارف ان هو وادي دجله خسران 9 مباريات داخل فيه 30 جول، ده رابع ماتش يكسبه مش كده؟ فده خامس ماتش. استاذنك اخد كابتن عبد الباقي جمال مدرب وادي دجله. كابتن عبد الباقي اهلا بيك. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن ميدو، ازي حضرتك؟ الف مبروك، مع اني زعلان منك بس مش هينفع اقول على الهوا بقى. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. الف مبروك. كنا لسه بنتكلم اكيد عليك وعلى كابتن تكيس وعلى فوز النهارده، اعتقد ان هو فوز مهم جدا يا كابتن عبد الباقي. طبعا يا كابتن فوز مهم جدا، لان حضرتك عارف طبعا تقريبا من المركز الخامس للمركز ال 18 النادي الناس كلها بتطالع، يعني اي حد من المركز كلها معرض للهبوط. اكيد اكيد. المباراة كانت سهلة نسبيا ولا كنتم مستصعبين المباراة ولا الأحداث مشت لمصلحة فريق دجلة؟ والله كابتن يعني احنا دايما الراجل اللي عندنا حتى هو سياسته وفكره بشكل عام موضوع الصبر، يعني حتى هو كان في الأول ما كانش قلقان وكنا بنتكلم مع حضرتك على طول، حضرتك من الناس اللي مستدانة أكيد يعني على أكيد أكيد والله. فهو الراجل من الأول كان يعني عارف إن احنا بنقول على الوقت هنتطور، يعني زي ما اتطور معانا مع الوقت ما كانش بيبقى قلقان. حتى في الجيم النهارده كان الشوط الاولاني بس عايز العب الجونه الهواء فيه قوي شويه، مع برضو الارض ملعب كويس جدا بس يعني صلب شويه، ما كناش مستحوذين بالشكل اللي احنا كنا متعودين عليه في الماتشات السابقه. الشوط الثاني اللعيبه كان خلاص حصل تكيف بقى مع الاجواء، عملنا فرصه لعبنا كوره بشكل كويس والماتش مشي زي ما احنا عايزين، والراجل بيتكلم ان احنا الجيم 90 دقيقه يعني ممكن نكسب في الدقيقه 90 ممكن نكسب في الدقيقه 91 طول ما احنا بنأدي الاداء بتاعنا اكيد صبر وفي استحواذ وفي هدوء، فالامور بتتسهل يعني مع الوقت ده. اكيد. محمد محمود النهارده محمد محمود ودعه تكيس بطريقه جميله جدا زي ما بيودعوا اللعيبه الكبار في اوروبا. هو الراجل كان من ضمن الحاجات اللي كان بيحفز بيها اللعيبه النهارده في المحاضره ان محمد محمود ده اخر ماتش دي، وعمل له حتى في المحاضره بتاعتنا عمل فيديو بخصوص محمد وقال يا جماعه احنا النهارده يعني دي كانت بتدي طبعا دافع، كانت لو هو طلع 100% من عندي لا فرق طلع 110 150% من طاقتي عشان بعد الماتش اخر ماتش اللعيب واحد من ولاد النادي عموما، فيعني يبقى في دافع للعيبه، وهو الراجل نجح في كده وكان مركز الكلام ده من قبل الماتش. اكيد. انا عايز اسالك سؤال كنت لسه بنتناقش فيه مع ضيوف الكرام، بنتكلم في هل المدرب بيبقى ليه دور كبير ان هو يعني زي محمد محمود مثلا كنا ممكن نشوفه محمد محمود اللي الاهلي كان عايز يجيبه وجابه خلاص ويبقى لعيب
ليه شأن كبير إن شاء الله مع النادي الأهلي زي ما كان ليه شأن مع وادي دجلة، هل ممكن كنا نشوف محمد محمود مع مدرب تاني زي ما شفناه مع تكيس؟ والله كابتن، هو الراجل بالشكل اللي احنا بنلعب فيه حضرتك عامل حق 100%. طريقه الراجل بتبرز امكانيات اللعيبه المحليه. يعني في لعيبه كتير، واحد راجل زي ما بيتكلم معانا بيقول ان في لعيبه كتير في مصر كويسين جدا، بس طرق اللعب يعني بعض الانديه او بعض الفرق ما بتبقاش او شخصيه يعني المدرب، يعني بنتكلم بصراحه انا اسلوب مش واضح كابتن نميد، او بقول لك شخصيه المدرب. هو الراجل من الناس اللي بتحط الشروط على اللعيبه، ده جزء، دي جزئيه. الجزء الثاني كابتن طريقه الكره الهجوميه اللي فيها استحواذ، اللي فيها صبر، الفكر الهجومي، ده بيبين يعني ده بيبرز مهارات، بيدي مساحه للعيبه للابداع. يعني هو راجل والله العظيم فعلا، يعني مش كلام زي ما احنا بنقول كلام كده التقليدي لو انزلوا استمتعوا، لا الراجل بيقول لهم انتوا لو استمتعتوا، لو بقيتوا مستمتعين هتلعبوا بالظبط، ودايما احنا ما خدناش الشبكه بتاعتكم بالظبط، انا اللي مسؤول وما كنتش ادوس خالص، مع طبعا كل حاجه برده ما فيش، يعني الامور ما فيش عشوائيه بالظبط منظمه، لكن فيها مساحه للابداع. ده اللي بتكلم فيه يا كابتن، سامعني كويس؟ انا دلوقتي سامع كابتن، الصوت كان بيروح بيح في الطريق الجونه معلش. انتوا راجعين مش كده؟ لا لسه، كنا راجعين من الملعب على الاوتيل. اوكي، كنا بنتعشى بره وراجعين على الاوتيل، ولسه طيارتنا الساعه 5 باذن الله. تمام، ان شاء الله ترجعوا بالسلامه باذن الله. انا بكلمك انا بكلمك في دور مدرب، وحضرتك كلمت في دور مدرب، وقد ايه تكيس مدرب بيوصل لعيب اللي هو نشوته الكرويه زي ما بيقولوا، بيخلي لعيب نازل يطلع كل ما هو جميل فيه. ده مظبوط يا كابتن، وده كابتن محمد محمود اول سنه يشارك السنه دي، يعني محمد محمود مع مدربين محترمين، كل الناس اللي اشتغلت في دجله. ده اللي بتكلم فيه، بالظبط بالظبط. بس اول سنه يلعب السنه دي مع الراجل ده، وممكن يعني لو الراجل ده موجود وما بيلعبش بالشكل ده ممكن ما حدش ما يبقاش محمد محمود بالظبط، يعني كان وارد جدا. حضرتك معايا يا كابتن؟ طب طيب نحاول نجيب كابتن عبد الباقي تاني، عشان كان الكابتن عايزين يسالوه، بيتكلم في الاطار اللي كنا بنتكلم فيه. احنا قلنا طبعا الاداره لان هم خسروا. طيب رجع لنا تاني كابتن عبد الباقي. كابتن عبد الباقي اهلا بيك مره تانية، مع ان الجونه فيها سيجنال كويسه، يعني احنا كده ايه؟ هم واكلين سمك ولا كابتن شريف بيقول لك انتوا واكلين سمك؟ طب الكابتن قبل ما كابتن ماهر يسالك، كابتن عبد الباقي سامعني كويس دلوقتي؟ طيب محمد محمود هل ممكن يؤثر سلبيا نوعا ما في شكل طريقه تكيس؟ السؤال يا كابتن صح كده، ممكن اداؤه يتغير مع طريقه اللعب الاهلي؟ لا لا، هل هيؤثر سلبيا نوعا ما لغايه لما تكيس يشوف بديل في شكل محمد محمود؟ هيأثر سلبيا في دجله؟ في دجله محمد طبعا دلوقتي لعيب دولي ولعيب مهم حتى في فطبيعي ان اي لعيب، يعني اي لعيب طبعا دولي بيأثر طبعا في نادي، خصوصا زي نادي وادي دجله لعيبه كلها صغيره، لعيبه كلها شباب، اكيد طبعا هيكون هيأثر. بس طبعا احنا محمد محمود يعني الديل ومعمول من فتره، واحنا عارفين ان هو ماشي، فالراجل بيجهز بدايل، يعني في ناس من ولاد النادي بتتجهز، وعندنا اوريدي برضه كنت قلت لحضرتك قبل كده، يعني عندنا مثلا في مكان محمد محمود في محمد رضا النهارده مثلا ما كانش موجود الا جيم، في احمد سعيد، ابراهيم عايش، عندنا في لعيبه اولاد النادي اوريدي بتشارك، يعني في منطقه وسط الملعب ما عندناش مشكله كبيره، لكن طبعا بطولات لعيب زي محمد محمود راجل لعيب دولي ولعيب منتخب اولمبي هتبقى. ايوه يا كابتن. ده كابتن مين؟ تكيس ماضي مع دجله سنتين ولا سنه؟ معلش كابتن سؤال تاني؟ مده تعاقد تكيس مع دجله؟ هو باذن الله كابتن، يعني اللي احنا عارفين مستر ماجد نتفق مع الراجل ان شاء الله، ده مشروع كده يعني. ما انا بتكلم في كده، هل يعني في تجديد ليه او جدد له بالفعل، ولا في طموحات مختلفه لدجله في الفتره اللي جايه؟ والله كابتن يعني هو انا عارف يعني طبعا حضرتك دي اشاريه اكتر، بس انا معلوماتي ان هو مستر ماجد لما فكر في مستر تاكس هو جايبه عشان عارف فلسفته واشتغل مع راجل قد كده، معاه في اليونان، وهو جايبه ينفذ فكره ده ويطبق فكره مع اللعيبه اللي عندنا اللي برضه منتقاه انها تتلائم مع الطريقه دي، يعني لعيبه مهاريين صغيرين يقدروا يتعلموا. فهو المفروض ان انا اللي انا فاهمه او الكلام اللي واصلني يعني ان الراجل مهم 30 فريق. الف مبروك كابتن. وكابتن ماهر همام قبل ما تقفل هيسالك سؤال. كابتن عبد الباقي
تحت امرك. مبروك مبروك يا حبيبي النهارده. ده كده كابتن ماهر. الثلاث نقاط بست نقاط يعني. احنا اشدنا بمجلس اداره كابتن ماهر. نعم. مش سامع اهو. مش سامع؟ بقول لك مبروك النهارده الثلاث نقاط. الله يبارك فيك. الفوز بيعتبر بست نقاط انك انت بتبعد يعني خصم طبعا مظبوط منافس بالنسبه لك بشكل كبير يعني. وبنحيي طبعا مجلس اداره على تمسكهم بالمدير الفني اليوناني، وواضح قوي ان الراجل عنده فكر جاي ومصمم عليه، وده اللي بيميز يمكن المدرب الاجنبي زي ما قلنا عن المدرب العربي. ساعات بيبقى عنده من الصفات في الشخصيه ان هو بيتمسك بشغله بشكل كبير. انتوا عندكم مشكله كابتن النهارده بتقابلكم في خط الظهر. كابتن ماهر انا معلش كابتن انا سامع لحد الجزء الاولاني والثاني. طب ممكن نجيبه ثاني يا هشام لو سمحت. ممكن نجيب كابتن عبد الباقي مره ثانيه. كابتن عبد الباقي انا بشكرك شكرا جزيلا لو سمعنا، والف مبروك ان شاء الله يعني هنحاول نجيبك ثاني. كابتن عادل اسف قطعتك مرتين، اتفضل. طيب هو اي اداره تبقى عندها هدف وعندها مشروع، فواضح جدا ان رئيس النادي لما جاب الراجل ده كان مقتنع جدا بامكانياته. صبر عليه وصبر كتير قوي، ما حدش بيصبر انه 9 مباريات بيبقى فيها هزايم. هو مصمم ان هو عايز يبدا الهجمه من تحت. وطبعا البدايه كان بيبقى فيه اخطاء. فوانت بتبدا الهجمه بيبقى فيه خطا تترد تبقى جول. عشان كده الهزايم كانت كتير. الميزه فيه بيصلح اخطاء، انه مش كده وبس، بيدي ثقه كمان. بالظبط، بيشيل اللعيب عن اللعب. انت مالكش دعوه، انا انت اتغلب مفيش مشكله. جميل. بس انت هتنفذ اللي انا بقول لك عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيحفظ الولاد جمل معينه، 3-4 جمل تبص تلاقيها تتحضر ناحيه الشمال وفجاه تروح رايحه ناحيه اليمين، وبعدين تروح ملعوبه بالارض على الارض. مش اي مش لاي حد، رايحه لواحد. بالظبط. يا اما بتتدحرج له على ال 18 يا اما جوه، زي الهدف بتاع النهارده. الراجل محمد محمود راح لعبها الباك ليفت سالم سيد سالم، وراح عاملها بالعرض للهلال، يا راح داخل جمل. دي الجمله دي متكرره متحفظه. الجمله دي اللي متكرره ديت هو بيصر انها تتلعب. الحاجه الثانيه بيدي ثقه للعيبه. بعد ما بيدي ثقه للعيبه بيعمل حاجه ثانيه في منتهى الروعه. انت بتلعب بطريقه معينه، الطريقه اللي انت بتلعب بيها دي بيضيف عليها حته مهمه جدا، انك انت كلاعب بيديلك سنه ابداع. خد انت بقى، انت هتلعب لي النهارده بالطريقه دي، هتلعب لي لمسه ولعبه، هتتحرك في الاماكن دي، هتعمل لي الجمل دي، وبعدين بقول لك ايه، خد بقى حته متع نفسك من خلال زمايلك. فتبص تلاقيه بيضيف لمحمد محمود او لسالم او لاي حد، بيضيف له انك انت انا اديتك الخطه واديتك التشكيل واديتك طريقه اللعب واديتك كل حاجه واديتك الثقه، ناقصك ايه؟ انك انت تبرز نفسك، انك انت تعمل حاجه فيها ابداع، انك انت في ترقيصه في باصه بتعمل بتموه انك انت هتلعب وتروح عاملها زي ابراهيم نداي. ده بيعمل حاجات ما كانش بتتعمل قبل كده السنه اللي فاتت. معنى كده ان هو ابتدى يطلع من جواه الثقه. أكيد. مع حته الابداع. اكيد. كابتن شريف لو كان تكيس في نادي شعبي او نادي ليه جماهير شعبيه، طب كابتن عبد الباقي معاك. كابتن ماهر يا كابتن عبد الباقي انت كده كابتن كده. انا بس بقول لك ملحوظه لازم برضك تاخدوا بالكم منها في بدايه الدور الثاني، لان كنتوا دخل فيكم 30 هدف تعتبروا اضعف خط ظهر موجود انتوا نادي الاتحاد السكندري، في سبيل انك انتوا جبتوا 23 هدف يعني من اقوى 5 فرق بتجيب اهداف. فالنهارده عشان تحافظ على مكانتك في حته المكسب على قد الانتشار الجميل والنقل اللي انتم بتعملوه الاستحواذ والجمل اللي انتم بتعملوها بشكل جيد، لازم احافظ على الجانب الدفاعي بشكل جيد. فهل في يناير انتم عندكم بعض التطعيمات ممكن تكون بتخص هذا الخط؟ كلام حضرتك طبعا كابتن ماهر مظبوط 100%، وده الكلام اللي فعلا الراجل بيقول. حتى كابتن يعني هو حتى بيدي اللعبه مثلا ان معظم او ان عشان يبقى في بطل بيبقى اول حاجه بيسكت فيها اقل عدد من اللي هو بيسكت فيه، يعني مش شرط البطل يبقى جايب اكثر اهداف، بس لازم يبقى هو اقل فرقه استقبلت اهداف. فطبعا الفرقه اللي محتاجه تكسب لازم الاول ما تدخلش فيها جول، ده كلام مظبوط 100%. احنا لحد دلوقتي اكثر فرقه دخلت فينا فعلا 30 جول احنا مع الاتحاد السكندري. الموضوع برضه كابتن يعني اكثر من ان هو مرتبط باللعيبه، كان في الاول احنا طريقه لعبنا وكان ده متوقع، والراجل كان بيطمن اللعيبه وبيقول لهم من مع الوقت الامور هتتصلح عندنا.
كان حته بدايه الهجمه من تحت كان بيحصل فيها اخطاء كبيره جدا، حتى اللعبه بتعتبر يعني اللعبه عارفه الكلام ده. فكان الاول كنا بنستقبل جوان كتيره جدا، احنا يمكن 3 كلين شيت بس من ساعه ما بدانا الدوري. فالكلام ده بيتعالي يا كابتن، حتى النهارده الموضوع كان شكله احسن. الماتش اللي فات يمكن استقبلنا جولين في الداخليه، لكن كان من دور ثابته برضه الراجل اشتغل عليها واكد عليها وبيراجع دايما الشغل اللي الراجل بيعمله بيراجع عليه تاني. فالحته دي طبعا احنا مش داخلينها، وان شاء الله يعني زي ما حضرتك قلت يا كابتن بيبقى في تدعيمات ان شاء الله برضه في يناير مع تحفيز اكثر للعيبه وقدره اللعيبه دلوقتي والثقه في نفسها انها تبدا الهجمه من تحت من غير توتر ومن غير قلق، فبتقلل الاخطاء. يعني دايما لعيب طول ما هو عارف ان هو بيعمل حاجه فيها ريسك او اكيد اكيد أكثر. اكيد يا كابتن. دلوقتي اللعيبه بقى فيه ثقه وبتعرف بنقدر نطلع بالكوره، فما بقتش عامله مشاكل. معظم الاجوال ده كابتن استقبلناها في بدايه الدوري، خدنا خسرنا 3 من الجونه وخسرنا ودخلنا جول من بتروجيت ودخل فينا 4 جول في الزمالك. ففي الاول خالص كانت الرباطات الكثيره من التلت بتاع بدايه الهجمه كانت معظم الاجوال كده. انت كونك انت بتكسب الجونه النهارده وهي كانت كسبانه دجله 3 في الدور الاول، اكيد الأول. اكيد في اكيد المشروع ان شاء الله ينجح بتاعكم زي ما انت بتسميه مشروع، واحنا شايفينه مشروع كرو مهم جدا للكره المصريه بشكل عام، فاعتقد ان هو مشروع مهم ومشروع هينجح ان شاء الله يا كابتن عبد الباقي. كل التوفيق ليكوا ومبروك لتكيس ومبروك لدجله، وان شاء الله يبقى مشروع ناجح باذن الله. شكرا جدا، نجاح نجاح. اتفضل كابتن شريف. قول نسيت السؤال؟ اكيد صح عباية كان السؤال كله. هل التجربه دي كانت هتنجح في اجواء جماهيريه؟ بص هقول لك على حاجه، انتوا اتكلمتوا على مجلس اداره الجونه. مجلس اداره الجونه سامح للراجل ده باي لدجله سوري سامح للراجل ده انه يشتغل باي ظروف وباي وضع ده هم عارفين ومصالحين نفسهم، هم مجلس اداره متصالح مع نفسه. هم مش مدين له البرازيل وبيحاسبوه بالظبط، هم الناس عارفين ان الراجل ده بيقطع، مش هقول في سيخ شربات لا، يعني بياخد الماكسيمم وقادر يحبب اللعيبه فيه زي كابتن جوهري كده الله يرحمه، انك انت تقدر تأدي 50% تديني 60 70%. والنتائج اللي انتم شايفينها دي طبيعيه جدا. النهارده هتلاقيه بيكسب، بكره هتلاقيه بيتعادل، بعد بكره هتلاقيه بيتغلب، مع الفرق الكبيره مش هتلاقيه موجود خالص، المفاجآت بالنسبه له تبقى ضعيفه، انما الاداء والشكل ونقل الكوره والكلام من ده عايز حسابات تانية خالص. الكوره كابتن ميدو تحركات ورغبه في الفوز وامكانيات في الملعب تديني كل الجملتين دول، ان انا ابقى عندي رغبه في الفوز وعندي امكانيات تخليني الجول اللي جابه النهارده الاولاني زي ما الكابتن قالوا كوره متشافه من ناحيه اليمين للراجل الباك ليفت الانطلاقه التحرك لناحيه الوينج ليفت وقطع وعنده من الهدوء النسبي في الرؤيه كمان راح مقاطم وواقف وعامل العرضيه التحرك بقى الثاني اثنين ثلاثه جايين عايزين يترجموا التحرك اللي حصل ده فكان الهدف من محمد هلال. لولا التحركات يا كابتن ميدو يعني انا بعيب عن النادي الاهلي ليه؟ لعيبه خط النص عندك ما زالوا بطئه جدا قبل ما بيستلموا ليه؟ كلهم خارجين من اصابات، كلهم بيتعافوا في الملعب، كلهم عندهم ظروف، كلهم عندهم حاجات، وانت عندك تليفون دلوقتي طيب. احنا معانا نجم بقى، نجم الجميل والنجم الجديد والنجم القادم بسرعه الصاروخ محمد محمود. محمود مبروك يا محمد. مبروك يا حبيب قلبي. حبيبي ربنا يخليك يا رب، الله يبارك في حضرتك. انا ببارك لك على ايه؟ على شكلك مع واد دجله، على تجربتك الرائعه مع تكيس، على المظهر الجميل اللي تظهرت بيه، وطبعا المباركه الكبيره جدا لانضمامك للنادي الاهلي. اعتقد ان ده كان بالنسبه لك حلم زي ما انت قلت يا محمد. اكيد طبعا حلم لاي لاعب، مش حلم لي انا بس. اولا انا بحب اتكلم عن وادي دجله. مش صعب ان انت مثلا، مش صعب كاي انسان تكون عايش في مكان 8 سنين وتمشي منه بسرعه كده، بس يعني عادي. انا خرجت من بيتي، دخلت بيتي الاكبر، ان شاء الله اللي جاي احسن، وربنا يوفق دجله ان شاء الله في اللي جاي، واتمنى لهم التوفيق في كل الماتشات، واتمنى التوفيق لمستر تاكس. مدرب اتعلمت منه كتير جدا، مدرب محترم، تفكير على اعلى مستوى، محترم بمعنى الكلمه. بتمنى له التوفيق في حياته مش في الكوره بس يعني. وان شاء الله انا يعني لسه ببتدي كوره اهو، النادي الاهلي يعني يعتبر ببتدي حياتي من جديد.
وان شاء الله اللي جاي احسن. يعني محمد انت تعرف ان انت كنت مطلب رئيسي او مطلوب بالاسم من جماهير النادي الاهلي، عارف المسؤوليه مش المسؤوليه، انت عارف النادي الاهلي لعبه مختلف تماما عن دجله، عارف الجماهير الاهلاويه طالباك بالاسم. عارف والله عارف انا ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وحسن ظن الاداره وحسن ظن اللعيبه وان شاء الله اكون على قد الثقه اللي هم مدينها لي، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي يعني يا رب ان شاء الله. دعواتك معانا اكيد، انت عارف احنا بنساند كل اي حد بيحب النادي الاهلي بس يا محمد، فاكيد انت بقيت دلوقتي خلاص لعيب من لعيبه النادي الاهلي والله، وتبقى معشوق ان شاء الله. يعني السنه اللي فاتت ما كنتش متواجد مع دجله بشكل رسمي، جيت اكيس حط محمد محمود في دجله، ظهرت بالمظهر الرائع اللي انت ظهرت بيه، فكنت هدف للنادي الاهلي والحمد لله خلاص بقيت في النادي الاهلي دلوقتي. هل كنت متخيل ان انت تروح النادي الاهلي في يوم من الايام يا محمد؟ والله اكيد طبعا، ما فيش لاعب يعني مش هقارن نفسي باللعيبه وبتاع، بس كل لاعب بيبقى ليه طموح وليه حلم وليه طريق حاطه هدف قدامه. السنه اللي فاتت، انا بتكلم على السنه اللي فاتت، كان ايام كابتن ميدو النتائج ما كانتش مساعده خالص، هو كابتن ميدو ضارب كويس وتعلمت منه كتير جدا. بس هي النتائج ما كانتش مساعده خالص ولا بالظبط بالظبط، ولا يعني ما كانش ينفع العب، لو كنت لعبت كان هيبقى في دروب عليا جامد، مش هعرف العب بحريتي. كمان كابتن طارق جه، كان كابتن طارق يعني طريقه لعبه دفاعيه جدا، فانا يعني دايما لعيب الكوره بيحب الكوره تبقى معاه بالظبط بالظبط، ما يدورش عليها. يعني ما كنتش لاقي نفسي جدا في الطريقه. بس لحد ما مستفكت بقى جه فتره الاعداد واداني ثقه كامله جدا، يعني ثقه كبيره جدا. من اول تمارين، يعني من اول تمرين هو جه يعني حطني في حته ثانيه خالص. حتى التمارين، الفكر، الكلام معاه، لا بجد مدرب يعني اكيد. احنا دايما كنا بنتكلم مع كابتن عبد الباقي وكنا بنشيد بتكيس، حاجه جميله جدا وتجربه رائعه، واكيد كلكم استفدتوا منها. لكن قول لي، اكيد جالك عروض كبيره جدا بمبالغ كبيره جدا يا محمد، لكن انت كان اختيارك في الاول وفي الاخر واصرارك على النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، كان جالي هوفنهايم الالماني، كان جالي نادي في سويسرا، مش عارف مش متاكد بازل ولا مش عارف، بس هو يعني كان بازل. وكان جالي اياكس امستردام والنادي الاهلي. الحمد لله يعني اخترت النادي الاهلي، حلم لاي لاعب يعني بيزود اسم اللاعب مش بيقلله خالص، بيزود القيمه بتاعته، بيزود دخل، يعني حاجات كتير جدا. وبعدين يعني هو الواحد من يعني من هو صغير جدا هو اهلاوي بيحب النادي الاهلي. جميل. يعني كان خالي كده حب يخليني زملكاوي بس ما عرفش. ما قدرش. لا ما عرفش، والدي هو الاهلاوي جدا. ربنا يخليه لك، ربنا يخليه لك. وانت هتعرف كمان، انت كمان لما تدخل النادي الاهلي وتلبس التيشيرت يا محمد هتعرف قد ايه انت اخترت صح وقد ايه انت لعيب، غير ان انت محب لعيب زيك جدا، وان شاء الله ربنا يدي لك كل اللي انت عايزه. الكابتن شريف عبد المنعم هيرحب بيك وبعد كده هرجع لك عشان عايز اسالك سؤال ثاني. اتفضل يا كابتن شريف. يا كابتن. كابتن شريف ازي حضرتك؟ ازيك حبيب، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك النهارده ومبروك ان شاء الله وجودك في القلعه الحمراء باذن الله. انا مش هطول عليك. هقول لك على حاجه. في لعيب بيبقى بتصاحبه سمعه طيبه جوه الملعب وبره الملعب، انت من اللعيبه دي. ربنا يخليك يا كابتن شريف. تاني حاجه، جماهير عايزاك، واللعيبه اللي انت هتروح تنضم اليهم دول حابينك من وجودك حتى وانت بتلعب قدامهم، عارفين ان انت لعيب كويس. فما ربنا يخليك. فكل ده في صالحنا ان شاء الله وفي صالحك انت، وانت طبيعي زي ما انت بتأدي كده ان شاء الله هتلاقي السبورت وهتلاقي التدعيم وهتلاقي الدنيا كلها حباك، فاستغل دي وحط ابو تريكه في دماغك وحط محمد صلاح في دماغك يا محمد، ومش هقدر اقولك اكتر من كده. انت عارف انا عايز اقول لك ايه.
مفيش اهلاوي ما بيحطش كابتن محمد ابو تريكه. حطهم الاثنين في دماغك وان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله كمان. جميل جميل. مفيش لاعب بيلعب في النادي الاهلي بيحط كابتن خطيب درجة مستمع هو كابتن محمد. باذن الله هتبقى منور الدنيا وتعمل كل اللي نفسك فيه. شايف الدوري رايح فين يا محمد؟ دوري مين؟ الدوري العام السنه دي رايح فين؟ هيروح فين؟ ها قول لي. رايح للتتش ان شاء الله اكيد. جاهز؟ تتش انا كمان. طبعا تتش 100% ان شاء الله جاهز. قول لي طموحاتك ايه يا محمد؟ والله انا ما بحبش اتكلم عن طموحاتي، ان شاء الله الملعب هو اللي هيتكلم مش انا. جميل جميل، هو جميل قوي يعني. انا حابب اقول لحضرتك كلمه بس. اتفضل قول. كابتن عفاقي بجد يعني مدرب محترم جدا على المستوى الاخلاقي وفي الملعب كمان. انا اتمرنت يعني لما السنه اللي فاتت لما كنت بلعب في الفريق الاول في دجله كنت بلعب مع ال 97. فكابتن عبائي كان ماسك السنه اللي فاتت اللي هو التيم بتاع 97. كنت بنزل العب معاه يعني اخذنا مركز ثاني معاه. اتعلمت منه والله العظيم بجد. اكيد اكيد هو جهاز فني محترم يا محمد وحضنه كمان جامد قوي بعد الماتش. اخلاقك كمان جميله جدا. انت بتشكر النادي وبتقول 8 سنين قضيتهم في دجله مش سهل قوي ان انا اخرج منه كده، حاجه جميله جدا. هو دي اللعيبه اللي احنا عايزينها كمان احنا كاهلاويه. والجماهير لما اختارت محمد محمود اكيد اختارت محمد محمود، عارفه يعني ايه محمد محمود، عارفه قيمتك. الجماهير اختارتك، فانا عايزك بقى كلمتين تقولهم للجماهير، وطبعا احنا هنشوفك في الملعب اكيد. يعني انا يعني اللي ببلغه للجماهير ان شاء الله يعني الفتره السيئه اللي فاتت دي اكيد مش هيبقى فيه زيها تاني. ان شاء الله اوعد الجماهير بكل اللي جاي ان شاء الله خير للنادي الاهلي. بشكرهم طبعا على ثقتهم فيا. ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم وان شاء الله نقدم للنادي الاهلي وليهم حاجه كويسه ان شاء الله. قول لي يا محمد مين اللعيب اللي في النادي الاهلي كنت نفسك يبقى موجود معاك الفتره اللي جايه؟ كابتن ابو تريكا. عارف انا هو ابو تريكا مش عارف عامل ايه في قلوب اللعيبه بصراحه. لا لا هو وعالميا يا رب. لا 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 هو بجد بجد شخصيه محبوبه جدا. يعني كمان لما مضيت في النادي الاهلي بعت لي مسج على تويتر هناني ما كنتش مصدق. بس تويتر بس ولا اكلمك في التليفون؟ لا تويتر. تويتر بس. تويتر بس. تمام. يعني مش هتفرق يعني هيكلمك اكيد. اصل انا عارف تريكا. انا عارف تريكا. انا عارف تريكا يعني. انا مبسوط جدا بالمسج. مبسوط مثلا ايراد اتصلت 24 ايراد. اكيد كمان لسه كمان محمد كمان لما تدخل نادي الاهلي وتعيش الاجواء وتشوف الجماهير الموضوع مختلف. يعني مختلف تماما. مع احترامنا الكبير طبعا لواد دجله، قول لي مين مسلك الاعلى عالميا؟ محمد صلاح. محمد صلاح مع اختلاف الاماكن. لا انا بتكلم على الاماكن، انا بتكلم على الشخصيه، على التعامل بره الملعب جوه الملعب. يعني بجد شخصية محترمة جدا. جميل جميل قوي. طبيعي بصراحة. أنت لما كنت في المنتخب كنت بتسأل لعيبة عن النادي الأهلي، بتسأل صلاح تحديدا مثلا أنا عايز أروح نادي الأهلي، أو صلاح قال لك مثلا روح نادي الأهلي أو روح نادي كذا أو احترف، استشرت مين وكان مين أكتر رأي أثر فيك؟ لا استشرت كان أبو مكة. صلاح. أبو مكة وتريزيجيه بصراحة. قالوا لك إيه بقى؟ قول لي. للجماهير الاهلاويه بقى تصريح لسه اول مره نعرفه. لا دي حاجه يعني هم يعني هو كله نصحني. لا صلاح قال لك ايه تحديدا؟ انا لازم اسمع لازم اسمع محمود. لا هو بعت لي حاجه كده. مش هينفع نقول للجماهير؟ ده الجماهير قالت محمد محمود مطلب اساسي، فلازم تقول لهم برضو. انت عارف محمد صلاح معشوق. كل حاجه هو ما اقول كده. وتريزيجيه قال لك ايه؟ نصحني طبعا بالنادي الاهلي وقال لي الاهلي خطوه كبيره جدا ليك. لو هتسافر مثلا وانت 20 سنه تخاف مثلا تكبر وبتاع وكده، لا لو النادي الاهلي هتسافر كبير جدا ممالك كبيره جدا وهتروح كتير وهتلعب في بتاعك هيبقى كتير. يعني دي نصيحه تريزيجيه. ومن خلال حضرتك ومن خلال قرارات النادي الاهلي بنهني تريزيجيه النهارده. كان تمام النهارده كان زفاف يوم زفافه.
بقول له الف مبروك وربنا يا رب يجعلها خطوه خير عليك وربنا يسعدك يا تريزيجيه وانت شخصيه محترمه جدا وربنا يكرمك في حياتك ان شاء الله. عقبالك يا محمد. ربنا يخليك. عقبالك والجميع الاهلاويه ان شاء الله تعمل لك فرح فرح تشوف الجميع الاهلاويه بقى لما تفرح بلعيب. هتنزل تمرين امتى ان شاء الله؟ السبت ان شاء الله. السبت جيلك بقى سلم عليك كده وبارك لك. انت لعيب شرف والله. انت لعيب بالشرف. محمد ان شاء الله تبقى اضافه للنادي الاهلي ولعيب تستاهل ان تروح النادي الاهلي. اخلاقك باينه جدا وكلامك باين جدا واحترامك باين جدا وان شاء الله تكون صوره مشرفه في كل مكان النادي الاهلي وان شاء الله كمان يجي لك عقود احتراف كبيره جدا من خلال النادي الاهلي اللي اكيد هيساعدك في هذه التجربه ان شاء الله. ان شاء الله طموحات كبيره جدا الجماهير مستنيه منك يا محمد ان شاء الله تبقى قدها وانت قدها ان شاء الله. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك. شكرا جدا ليك محمد محمود النجم الاهلاوي الجديد الصاعد الواعد ان شاء الله ويكون صاروخ نادي الاهلي الجديد ان شاء الله يبقى اضافه قويه جدا. شكرا جدا ليك. جميل فعلا. وانا ما اعرفش ايه الاحساس اللي قال لي حط ابو تريكه في بالك وحط محمد صلاح. هو الولد من اسلوبه وشكله وطريقه لعبه ممكن ان شاء الله نشوف ابو تريكه جديد ونشوف محمد صلاح في جديد. وعنده شخصيه كمان وعنده تحرر في الملعب وعنده الثقه. يعني المدرب قال اداني الثقه واعتقد ان هم برضو جماهير الاهلي هتدي له الثقه فيبقى مصاحب كل شيء الحقيقه. واللاعب اللي هو بيبقى بهذه الاخلاق الحقيقه ربنا بيقف جنبه وبيوفقه لابعد مدى. يعني نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الاهلي المباراه اللي فاتت والاهلي ان شاء الله ماتش الداخليه سريع. نطلع فاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. حضراتكم من جديد اتكلمت معاكم في بدايه الحلقه عن ان الاهلي خلاص قفل الصفحه الافريقيه مؤقتا لحين الدخول في دوري المجموعات. خلاص بنفضي نفسنا للدوري يا كابتن عادل. المباراه الداخليه ان شاء الله يوم السبت باذن الله. الاهلي اعتقد شال من على قلبه هموم كتير قوي. طبعا ما فيش شك ان الماتش اللي فات كان عنق زجاجه كان في منتهى الخطوره المباراه ديت والحمد لله ان ربنا اكرمنا جميعا ان احنا عدينا العقبة اثيوبيا ديت اللي كان لانها كانت جايه بعد اخفاقين وما كانش يبقى ينفع يبقى في اخفاق ثالث. الجمهور ما كانش يتحمل كمان من الادوار الاولى كمان. فربنا كرمنا الحمد لله والحقيقه الجهاز واللعيبه عملوا بذلوا جهد غير طبيعي علشان يعدوا الدور ده. وبعدين برضو في الدوري مع النقص مع الاصابات مع كل مع الاجواء حتى في مباريات الدوري ولله الحمد فضل الله ثم الجهد اللي بيظهر الجهاز واللاعبين كابتن سيد عبد الحفيظ كل المنظومه ماتشات الدوري كلها الحمد لله مكسب مع اداء. ماتش الداخليه مفيش شك انه هيبقى برضه في متنفس شويه ان في برضه اثنين ثلاثة من المصابين ممكن هيخشوا مهمين جدا في ازارو في مروان دلوقتي في تقلين في علي معلول واحمد فتحي في فتحي وفي علي معلول طبعا هيريحك جدا انك انت برضو القلبية الدفاع الخلل اللي كان ممكن يبقى فيها يبقى حتى في سرد باك قاعد لك بديل بره فما يعني ايمن اشرف لما يبقى يدخل يبقى في حد قاعد بره كان بيجيد في الحته دي يا كابتن. يعني احنا كاهلاويه عرفنا ايمن اشرف في الحته دي قوي هو هي دي حتته هي دي حتته والحقيقه ما بيغلطش فيها غلطاته. وبعدين من النوع اللي هو بيبني صح بيبني صح يعني الهجمه بيبتديها صح بياخدها بيسلمها صح في وسط الملعب او لما بيلعبها للامام لاحد الاطراف او بيلعبها عكسيه. التلت الاخراني هو خلاص بقاله سنه وشويه بيشتغل في التلت الاخراني مش بتاعه هو بيشتغل في تلتين الملعب يعني اذا كان فيه بيزيد وبيشوط وكده. طبعا حسام عاشور ان شاء الله يكون برضه بيدخل لسه شويه انما دلوقتي في عندك كريم نيدفيد ممكن يبقى ورقه يبقى الدكه ابتدت تتقل شويه. يا ورقه ده كريم نيدفيد ده كريم نيدفيد دلوقتي بيقول العالم كله جوكر. لازم يبقى اساسي جوكر. فانت دلوقتي برضه البدلاء اللي بره اختيارات عندك اختيارات بالزبط. وبعدين الماتش اللي جاي ماتش ما هو سهل فريق داخليه
بيلعب على الكونتر اتاك بشكل قوي جدا. عندهم راس حربة، عندهم حسام باولو بيجيب دول. بيجيب هدف من نص فرصة بالزبط. لذلك هيبقى فيه رقابة عليه شديدة جدا في وسط الملعب، محتاج الضغط بقوة. ما هو في ضغط، في نوعين من الضغط، في ضغط ان انا بوقف معاك لحد ما تستلم وتدور وتلعب، ده ما اسموش ضغط، ده اسمه ايه، حراسة، راجل بودي جارد علشان لا، في المان تو مان، ان الراجل قبل الكرة ما تجيله يكون انا تارس واخدها وابتدي هجمتي. ودي الفرق العالم كله دلوقتي بتلعب كده، تلاقي برشلونة ومجرد ما بيفقد الكرة عد كام على ساعتك كام ثانية بيرجع فيها الكرة لزمايله، على طول بيحصل الضغط، تتقطع الكرة ويبقى دايما في حالة هجوم وفي حالة خطورة على مرمى المنافس. كابتن عادل، تفتكر لمؤاخذة يا ميدو، اتفضل يا كابتن، تفتكر فرق الداخلية دي في كل ماتش بص عليهم بيخشوا فيهم جول ويرجعوا يتعادلوا او يجيبوا جول، ما بيبقالهمش ليهم السبق دايما في قليل قوي ما بيبقالوا السبق في تفتكر هو مع نادي الاهلي، لو نادي الاهلي تقدم عليه بالتفوق وبسبق التهديف هيقدر يعمل مع كل الفرق نفس اللي بيعمله مع نادي الاهلي؟ هو باستمرار ماتشاته مع النادي الاهلي ماتشات قوية جدا. لا انا عايز اعرف هو في الحاله دي مع عوده اللعيبه الاساسيه اللي هي موجوده دي بالقوام اللي شكله سنتين ثلاثه كنا كسبانين الداخليه 3-0 وفضل بيلعبوا بنفس الجديه وجابوا جون فينا في اخر ثواني. يعني تشوفهم يقدروا يعملوا كامباك قدام اي فرقه. عندهم المدرب بتاعهم من ولاد النادي برضو علاء عبد العال مديلهم الحته دي، ما يفقدوش الامل، ما يفقدوش الامل لاخر دقيقه. الاهلي لو فتحت له خطوطه، لو فتحت له خطوط الخصم، لو حبوا يعملوا كامباك لازم هيهاجم ويفرغ دفاعات شويه، ده ما بيعملهاش علاء عبد العال كابتن علاء مع النادي الاهلي، فصعب شويه ان هو لا هو مش هيفتح، مش هيفتح، استغنى شويه عن حاله الدفاع. لا هو محفظ اللعب. هو عنده الراجل الافريقي ده في نص الملعب ما احناش عارفين اسمه، 3 4 بيلعب في وسط الملعب بيضغطوا كويس، وبعدين بيلعبوه على الطرف، من على الطرف لحسام باولو، يعني ما بيطولش في الهجمه، على طول واحده ثانيه ثالثه تبص تلاقيه رايح على الجول، يعني ما بيبتديش ويعمل نوع من الاستحواذ وكده، ما فيش استحواذ. انا فتحت النقطه دي للاعيبتنا احنا، مش مش لتقييم فرقه الداخليه. عايز اقول للاعيبتنا احنا ان شاء الله، انتوا لو ابتديتوا بسبق التهديف مع فرقه الداخليه تقدروا تكسبوا، تقدروا ان انتوا، ما انت لما تعرف صعب قوي ان يتعوض معاكم، انما انتوا تقدروا تعوضوا. انت لما بتدرس، وطبعا الجهاز الفني دارس الكلام ده، عارفين ان هم بيلعبوا على المرتده، وبالتالي هيبقى عامل حسابه قوي ان يبقى في رقابه على حسام باولو وعلى الراجل اللي بيلعب على الطرف. ثم انت لما بتشكل خطوره باستمرار وفي ولاد بتوعك زي ما انت بتقول ان يبقى في عندك ولاد اللي في نص الملعب بيزيد يروح على الجول مع مروان، مع الضغط، مع الاطراف اللي عندك، اذا كان الشيخ ولا مؤمن ولا اي حد كان هيلعب، دي برضه ليها تقل، وبرضه هتخلي الناس اللي على الاطراف بيبقى عندهم حذر شويه انه ممكن يزيد في ماتش الاهلي، وبالتالي الجانب النفسي اللي انت من شويه اتكلمت عنه، الجانب النفسي ده مهم جدا، ان انت الروح القتاليه بتاعت الفانيلا الحمراء ان شاء الله بترجع، بترجع واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، جمهورك متعطش انه يشوف اهداف كتير، جمهورنا متعطش لازارو. ان شاء الله. اتكلم على ايجيبتور، ايجيبتور لاعب الديفندر في فريق وادي دجله في نص الملعب، لعيب افريقي بتتكلم عليه ايجيبتور، والله بتاع وادي دجله، لا ده بتاع الداخليه اتكلمت عنه دلوقتي، بتاع الداخليه. تمام. لعيب انا كنت اتمنى ان احنا نجيب فاركو، الراجل اسمه بتاع الترجي فرانكوم استحاله يسيبوه. كابتن شريف، كان في شرط جزائي اعتقد، اكيد ما انت راوي يا كابتن بتاع المقص، عايزين نشوف كابتن ماهر كتب ايه. انا عارف، انا قاعد جنب اقول له انت بتكتب ايه، يقول لي جيما باراف جيفارا، ليه عايش في الماضي ماهر؟ بعد الملف الافريقي اللي انا كتبته ده، ان احنا بعد الملف الافريقي والحمد لله ضمننا ان احنا نقدر المجموعات. تمام. اول حاجه عملها كابتن محمد يوسف ان هو بدا يصلح الاخطاء كابتن عادل، اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه، ودي كانت مهمه قوي، لان احنا بقى لنا فتره جزئيه ديت. قصدك هيبدا وبدا يعني بالفعل بعد عودته بدا. هو النهارده كان اول تمرين، يعني الحاجات الصباحيه استغلها ان هو يصلح الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده في خلال المباراتين اللي هم بتوع جيما الاثيوبي، وفي نفس الوقت طبعا بالنسبه لضياع الاهداف اللي احنا شفناها داخل ملعبنا يا كابتن، يمكن اكثر من 7-8 فرص في مباراه جيما اللي هي كسبنا فيها 2-0، والمباراه اللي هناك اللي كانت خسرنا فيها 1-0، يعني ازارو يمكن ضيع هناك، مروان محسن ضيع هناك، فمحمد يوسف استغل الجزئيه ديت ان هو بدا يراجع، ودي دي نقطه مهمه جدا فنيه
للمدير الفني ان هو قدر محمد يوسف ان هو يدونها كابتن عادل في مذاكرته ويبدا يشتغل عليها من خلال اول حصه تدريبيه لعوده النادي الاهلي. عايز اسالك سؤال مهم يا كابتن مالك. شفتك طبعا يعني كنت احد الممثلين الكبار جدا في تاريخ الكره المصريه عموما. كوليبالي، لان كل الناس بيقولوا كوليبالي كوليبالي كوليبالي، مش ده كوليبالي اللي احنا شفناه خالص خالص. يعني كان مدينا انطباعات جميله جدا وايجابيه جدا. هل فعلا، دايما بسال السؤال ده عايز له اجابه فعلا، هل فعلا كوليبالي اتاثر لما اتنقل على عدله مش عدلته ناحيه الشمال؟ هل لو رجع ايمن اشرف ناحيه الشمال وكوليبالي رجع يلعب ناحيه اليمين، هل هيظهر كوليبالي تاني؟ لا، ما بتاثرش مع المساك يا بيه، ما بتاثرش مع المساك، ما بتاثرش المساك، عادي جدا يلعب ناحيه اليمين يلعب ناحيه الشمال، واخد بالك؟ هو دوره رقم واحد ان هو. طب ايه رايك يا كابتن شريف، بتاثر ولا ما بتاثرش؟ والله دي حتة ماهر يعني. انا لا برضو يعني برضو اشول اصله زي اشول. لو اشول لا لو اشول مش اشول، لو اشول يلعب ناحيه الشمال بيلعب برجلين، بيلعب برجلين لا بيلعب رجلين، بيلعب برجلين الاثنين، يبقى افضل له يلعب ناحيه الشمال. بس هو ممكن بيلعب اضطر يلعب بشوفه ساعات لكن هو بيلعب. لا بيلعب برجله اليمين. بتاثر ولا ما بتاثرش يا كابتن عادل؟ هو في لعيبه بتتاثر يعني، سعد سمير لو انت لعبته ناحيه الشمال هيتأثر. في لعيبه ما بتأثرش. ابراهيم يوسف وائل جمعه ما كانش بيعرف. ابراهيم يوسف وائل جمعه ما يقدرش يلعب ناحيه الشمال بالظبط. ابراهيم يوسف كان اشول، كان ليبرو. ممكن يتأثر، بس هو اللعيب الكويس اللي زي الكابتن ماهر كده ما يتأثر. ده ما بيتأثرش. ليه بقى؟ لانك انت كمساك بتلعب ناحيه الشمال، بتروح تغطي على الباك ليفت، فلازم تبقى بتلعب برجلك الشمال. ده حافظ ده، وممكن تبغطي ورا زميلك المساك الثاني. لا ده لازم برضه ثانيه، ده كان معاه في الوقت ده كان ليبرو كمان، ولازم تلعب برجلك الاثنين. ده الصح، تلعب برجلك الاثنين. وبعدين انا هو محمود صالح الحقيقه كنت بنام والعب، بس انا اروح اجيب ولا حاجه بيدو. لا انا قلت له قبل كده حاجه، وكان في حد بيهاجمكم اساسا؟ لا ما فيش حد. انا كابتن عادل عارف يا بيدو، هقول لك حاجه، انا ما بعملش. لا لو سمحت رد على الكابتن شريف، لو سمحت يا كابتن. خد بالك يعني اقدر اسند بيها، اقدر اعمل باص، اقدر اطلع كوره يعني، واخد بالك، اشتت بيها. تقدر تدي حد غير الكوره؟ كل شغلي لو افتكر شريف، كل شغلي يا كابتن عادل كان مرمي ناحيه الشمال. يعني كل شغلي. طب كم ماتش تغطيه؟ كم ماتش طلعت الملعب مش عرقان بصراحه؟ لا قول قول كم ماتش انا غلطت فيه يعني. لا طب الاول اديني دي عشان اعرف الناس تعرف قد ايه الاهلي كان مرعب، كانش حد يقدر يهاجمه. لا بكتر التركيز انت بتطلع من الملعب مش شايف. عايز تاخد فتك الفتنس. بتطلع من الملعب بالشايف. العب على ماهر وحسام بدري وحمدي جمعه، ربنا يديهم الصحه. الثلاثه دول لو انت عديت تبقى انت هتلعب الماتش الجاي 100%. احمد فتحي انت عديت من فتحي وضربت فيه وضرب فيك وعفرته، خلاص يبقى انت هتلعب الماتش الجاي. لا دي فلتات. اتفضل يا كابتن. كوليبالي بالطول ده اولا نمره واحد لازم يجيد العاب الهواء، واخد كل الحاجات اللي موجوده داخل ال 18 لازم ياخدها. وجاب اجوان في الاول. والله هقول لك على حاجه، الولد ده اتظلم والله، كان بيهاجم واخد بالك انت، فرقم واحد لظروف الفرقه ده يسجل اهداف. صح مات. لكن عايز اقول لك، لا عايز اسالك سؤال، اتظلم الولد ده؟ لا في 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 اولا في بطء واخد بالك يا كابتن عادل، واضح قوي ان في بطء، اي حاجه فيها سرعات حواليه بتفرق معاك يا بيدو. يعني واخد بالك، لو في معظم الافارقه اللي موجودين في الدوري المصري كلهم سرعة بالظبط. النهارده انت لازم كمان بيلعبوا في الخط الامامي تحديدا، لازم حته الوقفه تحتك. يا اما الوقفه دي قريبه من المهاجم على اساس ان انت تقدر في السرعات تقدر تعوض الجزئيه ديت، يا اما الراجل اللي بيعمل كفرنج وراك يبقى كمان واقف صح واخد بالك، عشان نقدر نعالج الجزئيه دي. المشكله عندنا جزئيه العمق دي، حته السرعات، لما في فرود سريع بيقدر يعمل اختراقات ويقدر يوصل لجول سهل. الكاونتر اتاك كمان لازم في نقطه كابتن ماهر سرعه، في نقطه كابتن ماهر مهمه جدا هي بتنقصه، حته المرونه والرشاقه. بالظبط، مرونه ورشاقه. احنا شفنا الجول بتاع المقاولين العرب، الراجل راح بيه وراح مغير وطبعا جاب جول، تسبب في ثلاث نقاط. احمد علي كابتن، فحته المرونه ورشاقه مهمه جدا الى جانب السرعه. الحاجه الثانيه، احنا في احمد علي احنا جايبينه من الداخليه. الراجل ده بيجي السنه اللي فاتت لما كان في الداخليه، كل الاجوال اللي بيجيبها بيروح للكوره، كوليبالي ما بيروحش، كوليبالي مستني الكوره تجي له عاليه يطلع يحطها. المفروض اللي بيطلع علشان يلعب، ونشوف احنا كل السردباكات اللي في مصر او خارج مصر، الكره وهي بتتلعب بيبقى عارف ان هو رايح هتتلعب له في الجزئيه دي، فبيبقى رايح سواء بينط او في مستوى الدماغ او في مستوى الصدر، فبيبقى بيروح وتبقى تتلعب له في المكان ده. بنشوف ريال مدريد راموس بيعمل ايه في كل كورنر، الراجل ده بيجيب جول يعني، نادرا يا اما في العارضه يا اما
في خطوره بيروح للكوره مش بيستناها، كل بالي بيستنى المرونه والرشاقه مهم. في بطء في بطء، ومحدش يفكر الراجل ده يجيب جول لو في بنزيما وفي رونالدو وفي الحاجات دي. هو برده هو محظوظ، هو وبعدين عندهم تاكتكس في حكايه الضرب. عايز اقول حاجه كابتن شريف قبل ما نختم، معلش بس يا كابتن، عايز اقول لك الحاجات اللي كتبتها عشان كابتن شريف قال لك انت. لا خلي بالك احنا كده احنا بنشطب. عايز اقول لك ان علاء عبد العال من المدربين اللي بيلعبوا قدام الاهلي بشكل جيد، واخد بالك دي حقيقه. وبيقدر يقفل نص ملعب. مش عايزين نقول كل الحاجات، حضرتك تبقى معايا في الاستوديو التحليلي. احنا كمان خد بالك كل المدربين شايفين يعني. طيب احنا مش عايزين احرق، خلي حاجه تقولها يومها. هقول بقى لشريف. كابتن شريف على فكره انت جاي على كابتن مار شويه. لا انت جاي على كابتن كابتني ده. ايه؟ بتتكلم على الداخليه. لا اتكلم على الداخليه ايه؟ احنا يعني هنكسبهم اربعه. ما تتكلمش على حد، انا وانا عارف ان احنا هنرجع باللعيبه. انا عايز اقول لك على حاجه، انا كتبت حاجه للكابتن شريف عبد النعم يا جماعه المعهود. ميدو جيرالدو، حسام حسن، محمود مرعي، محمد محمود، وليد ازارو، وليد سليمان، ناصر ماهر، مروان محسن، صلاح محسن، عمرو السوليه. قاعد اكتب لسه، خدت بالك في بقيه اللعيبه اللي جايه؟ عيني عليه يعني. أوكي. من الحاجات اللي انا بتكلم فيها، وفي يعني هم دول جم ووليد سليمان انت انا عايز طمن جمهور النادي الاهلي بالشكل اللي انا بقوله ده. انا ساعات بتعمد ان انا اقول صيغه معينه كده، ان شاء الله الفتره اللي فاتت مش هترجع تاني باذن الله، وهيكون كل الناس مرعوبه منك. خلي بالك الناس مرعوبين لسه. لا الناس مرعوبين كاهلي يعني. كاهلي الصفقات ولا مرعوبين ولا حاجه، احنا هنرجع للوضع الطبيعي بتاع النادي اللي انتوا تتمنوه كله يعني. اشكرك يا كابتن، نورت الدنيا، نورتني النهارده. كابتن عادل نورتني. بس في نقطه صغيره قوي، المدير الفني هيبدا شغله من يوم 28. اوكي من بكره. لا هو لسه هيرجع من الاجازه بتاعته. لا هيبدا 28 بعد الماتش ده، بس هو يرجع 28 ان شاء الله. كابتن زيد هيرجع 28، هيتفرج تاني، هيتفرج على الماتش، فده هيبقى برضه حافز للعيبه كلها انه ان هم ياخد فكره جديده وياخد فكره. محمد يوسف شال ضغوطات كبيره من عليه ان هو عدى كتر خيره يعني الدور الاول في افريقيا. اكيد كتر خيره. شكرا جدا لحضراتكم، يعني اتكلمنا في كل اللي حصل النهارده، مباراه دجله النهارده والمكسب امام الجونه. اعتقد ان هي ثلاث نقاط مهمه جدا زي ما قالوا ضيوف الكرام، وان شاء الله ماتش الاهلي والداخليه ان شاء الله الاهلي رجع ورجع بقوه كمان. الناس ما تخافش، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، دايما بتنوروني وبتشرفوني، وتصبحوا على الف خير.